مش مصر. مصر. بس انت بسهولة عندك مباشر تحطه عشان يكون جميلة. اسبوعيا زلات هتتم لكل مكان. بس بتاع الحياه يرجع لورا شويه. هنبدا بالحاجات الصارخه كلها. الحياه يرجع لورا شويه. بس بقى. لن يصل اي عدم تطبيق القانون. طب يعني في حصل فندم تم في المحافظه العربيه؟ اه طبعا في حصل. لا لا لا. عمل هتتم على الفتره الجايه ان شاء الله. طب فندم الناس عايزه عمليات استرشاديه قبل ما يشتروا في العقارات ديت اللي هي مخالفه او العقارات اللي هي قايله للسقوط. الناس لازم تروح التراخيص وتسال اذا كان المبنى ده مرخص ولا لا قبل ما تشتري. تاكد ان المباني دي مرخصه ولا لا. والله طلع قدامي اشتري معاك راجع ورا اساسا. شكرا يا فندم. انا بكلمك مصر اصل انت عارف ايه الحاجات وانا بقول لك كده شويه ايام خاصه للازالات دائمه على الفتره الجايه ان شاء الله. بص انا هيتم التعامل مع التعديات والازالات الموجوده وهي نتمنى من الله ربنا. طب حضرتك النصيحة ايه بتوجهها للسكان العمارات غير ربنا يسهل حال الدولة كلنا عشان يتفادى الحملات. هو مش واحدة أول حاجة هو القانون بناء وعنده تراخيص ما يلتزم بهذا القانون يلتزم بالتراخيص. أي مخالف هيتعامل معاه واحنا بنطلب من المجتمعات المدنية إنها تساهم لما تلاقي حاجة مخالفة تبلغ على طول في الحي عشان نقدر احنا ناخد القرار. صح. لا ما عايزة